هو أحد أبناء جيل تسعينيات القرن الماضي الذي لعب وتألق بين صفوف الأهلي وأحرز معه العديد من البطولات. ظلمته الظروف أحيانا بتواجد مجموعة من الأسماء الكبيرة في هذا العصر، لكنه لفت الأنظار بشدة، وحين رحل كان الهدوء شعاره. هو سيد غريب، نجم فريق الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق 2006، صاحب تاريخ طويل وكبير مع عالم الساحرة المستديرة. ولد سيد غريب بالقاهرة في 10 من يناير عام 1976، وانضم لناشئي الأهلي مبكرة قبل أن يتم عامه 12، ولعب حتى تم تصعيده للفريق الأول، والذي حصد معه 3 ألقاب دوري وبطولة عربية وأخرى لكأس مصر، قبل أن يرحل ليخوض مجموعة من التجارب من بينها الإسماعيلي والسويس وجمهورية شبين والسكة الحديد، ثم أعلن اعتزاله واختار التدريب مجاله. عمل في أكاديميات الأهلي مدربا في بلبيس ثم مدينة نصر، ثم مديرا فنيا في براعم الأهلي ومدربا مساعدا في ناشئي الأهلي مع سمير كمونة. خاض عشرات التجارب التدريبية، من بينها أنه كان مديرا فنيا لناشئي 1997 و1998 بالأهلي، وهو الجيل الذي أخرج ناصر ماهر وزملائه الحاليين بالمنتخب الأولمبي والفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل أن يرحل لتجارب عربية سواء في اتحاد جدة والباطن والوحدة ثم إنبي، وأخيرا يعود الطير المغرد إلى بيته كمدير فني لمواليد 2006 بالأهلي. سيد غريب من عائلة تعشق الأهلي، معنا اليوم في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهاردة اللي مشرفني ومنورني النهاردة في برنامج الأشبال، بالرغم أنه هو يعني أول ما ابتدى حياته في النادي الأهلي كان مهاجم كبير، كان مهاجم هداف، لكن حظه كان وحش شوية، الإصابات يعني بعدته فترة كبيرة عن الملاعب، وأيضا كان في مكانه في الوقت ده كان في مهاجمين كبار، لكن حظه بياخده دلوقتي في التدريب. يعني احنا كلنا بنتوقعه إن شاء الله هيكون مدرب كبير ما شاء الله في النادي الأهلي، بقاله فترات طلع أجيال وطلع لعيبة كبار، وأيضا دلوقتي هو في القيادة الفنية لفريق 2006. ما شاء الله فريق 2006 عندنا ما شاء الله يعني مليء بالمواهب في النادي الأهلي، وأيضا كمان في الدوري السنة دي 2006 بيلعب بطولة الجمهورية بيحقق العلامة الكاملة، الفوز في كل المباريات. ضيف ضيفكم النهاردة الكابتن سيد غريب، المدير الفني لفريق 2006 في النادي الأهلي، منورنا ومشرفنا يا كابتن سيد. أهلا بيك يا كابتن أسامة، متشكرين على تقييم جميل دوت. لا ده حقك طبعا. الله يخليك كابتن، شكرا لذوقك. في البداية بقى يعني كابتن سيد غريب مدير فني لفريق 2006 السنة دي في قطاع ناشئين في النادي الأهلي، عايزين نتكلم بقى باستفاضة عن فريق 2006، خاصة ان انتوا السنة دي الدوري قوي، بطولة جمهورية، المشوار ابتدى والحمد لله اول 3 مباريات مكسب في الدوري. الحمد لله احنا اشتغلنا مع فترة اعداد، كانت اطول فترة اعداد عملناها 3 اشهر، بدأنا من شهر 8. الحمد لله اشتغلنا وعملنا معسكر كويس، اشتغلنا مع الولاد، ثقفنا الولاد، اشتغلنا معهم شغل احسن من الفترة اللي فاتت، عملنا معسكرات خارجية مع الولاد، عملنا بطوشة ودية كتير، الحمد لله عملنا إنجاز كويس معهم الفترة اللي فاتت، وده الحصاد اللي احنا بنعمله، ان احنا اشتغلنا 3 مباريات كسبنا 3 الحمد لله، كسبنا الانتاج، كسبنا سموحة، كسبنا الإسماعيل 4-2 الماتش الأخير. قبل ما اروح بقى نتكلم عن 2006 السنة دي وعندكم دوري قوي، كابتن سيد في قطاع الناشئين في النادي الأهلي من فترة. انا اشتغلت في قطاع الناشئين في 9 سنين في قطاع الناشئين، اشتغلت مع مجموعه 97 واشتغلت مع مجموعه 96 واشتغلت مع 2093، الحمد لله اشتغلت مع مجموعه ناصر ماهر وكريم ندوي. 97 دول 97 اشتغلت معاهم 3 سنين الحمد لله، حققنا 3 بطولات معاهم. بعد كده 96 اشتغلنا مع فريق هاني محمد هاني اشتغلت معاه، والحمد لله الحمد لله خدنا يعني البطوله. يعني انت النهارده كان في فريق 97 حضرتك كنت انت المدير الفني معاهم 3 سنين. 3 سنين كان ناصر ماهر وكان كريم ندفد وبيكم احمد رمضان بيكم اللي تم عودته مره اخرى للنادي الاهلي، وكريم يحيى اللي بيلعب في نادي الاتحاد السكندري دلوقتي. واشتغلت كمان مع رابي ربيعه، كمان كنت مساعد مع كابتن سمير كمونه. يعني اشتغلت مع مجموعه كبيره من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي. كويس ما شاء الله، انت طلعت اجيال كتير للنادي الاهلي برغم كابتن سيد غريب يعني لسه صغير.
انا بدات صغير يا كابتن في التدريب. انا بدات وانا عندي 23 سنه. انت عارف الاصابات سنة. كانت صعبه عندي شويه يعني. جات لي اصابه في اول السنه يعني في اول عمري وانا عندي 18 سنه. بعد كده جات لي تاني وانا عندي 21 سنه في الاسماعيلي. بعد كده بعدت شويه بقى. بعد كده خدت مجال التدريب. خدت مجال التدريب. البدايات كانت قويه لكابتن سيد وهو في النادي الاهلي، ولما صعدت للفريق الاول لعبت في البطوله العربيه وعلمت وقتها، ولعبت امام رفح الفلسطيني. الفلسطيني صح كده. ونزلت كمان احرز هدف، والناس تنبأت مولد هداف جديد للنادي الاهلي. انا الحمد لله اشتغلت مع الدرجه الاولى ايام هولمان مستر هولمان، اشتغلت معاه، واشتغلت معاه في البطوله العربيه وكاس مصر، واشتغلت معاه كمان في الدوري كمان. اشتركت في الدوري، لحقت الكابتن شوبير، لحقت الكابتن علاء عبد الصادق في اخر ايامه يعني. الحمد لله. مش عايزين نكبرك بس. لا لا ده التاريخ ليا كويس يا كابتن. الحمد لله. وانت كمان واجهه مشرفه في النادي الاهلي. عايزين بقى نتكلم عن السنه دي 2006. 2006 ما شاء الله عندنا فريق في النادي الاهلي، فريق محترم، فريق فيه عناصر مميزه. ابتديت الدوري السنه دي، عملت فتره اعداد مميزه السنه دي يا كابتن سيد. الحمد لله. انا بشكر الكابتن خالد وبشكر مستر كولين. اشتغل معانا كويس قوي. يعني انا بشكر كابتن خالد ان احنا عملنا معسكر كويس قوي. وعملنا فتره اعداد كويسه، وعملنا مطوشه كويسه. فرقه 2006 دي يعني الحمد لله احنا بنتبناها ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي. ونطلع لعيبه كويسه تلعب منتخب مصر ان شاء الله. اتبسطت لما الدوري السنه دي قالوا دوري الجمهوريه السنه دي غير دوري منطقه؟ انت عارف الدوري ولا قلقته شويه؟ دوري قوي لسه، تجربه، اول تجربه للولاد، ولا استعديته كويس؟ لا كابتن والله احنا استعدينا كويس قوي الحمد لله. فهو ده كان عندنا ثقه في ربنا في الولاد ان احنا نبدا كويس. اول ما اتعمل دوري الجمهوريه احنا يعني رحبنا بيه كبير جدا. كان كويس. في انديه كبيره احتضرت، احنا لا ما احتضرناش، احنا خدناها بجد واشتغلنا كويس، ودوت الحصاد اللي احنا بنحصده دلوقتي. دعمته السنه دي، كان السنه دي طبعا الظروف مختلفه السنه دي في قطاع الناشئين. الكورونا لما جت انت بتعمل اختبارات في المحافظات، بتقدر تنزل، بتنقي لعيبه، بتشوف بعينك كمدير فني. السنه دي اتحرمتوا انتم من الموضوع ده. بص يا كابتن والله احنا يعني احنا اتظلمنا قوي السنه دي. اتظلمنا ان مفيش اختبارات. عارف في السن الصغير دوت بتلاقي مواهب في كل المحافظات. بس الحمد لله اشتغلنا مع الولاد، كان عندنا عدد كبير من الولاد، اخترنا منهم عدد كويس. والحمد لله يعني اشتغلنا مع الولاد، حتى في كذا لعيب كده غيرنا الاماكن بتاعتهم عشان الثغرات اللي عندنا نسدها شويه، والحمد لله عملنا شغل كويس معاهم. يعني انت النهارده انت بتقول لي انك انت بتوظف لعيب في مركز تاني. مهم في الناشئين النهارده ان الولد يقدر يحفظ كذا مركز، بحيث النهارده لما بيطلع فريق اول النهارده بنشوف مثلا لعيب زي عربي بدر من قطاع الناشئين. عربي بدر بيلعب خط وسط مدافع، موسيماني لما لعبه اعتمد عليه في حته الباك رايت. مهم انك انت كمدرب ناشئين بتحفظ الولد في كذا مكان. بص يا كابتن احنا بنشتغل كويس قوي مع الولاد، بنحفظ الولاد. في خطوط بنحفظها لبعض، يعني مثلا لو انا بشتغل سيرد باك لازم احفظه الحته بتاعت الديفندر. لو انا بشتغل مثلا باك رايت بشغله الحته بتاعت الهاف رايت. فبنحفظه، فبتبقاش بعيده. فلما بتحفظ انت بترتاح بعد كده. ممكن تقابلك اصابات، وقف بتاع، فبتبقى بتحلها من عندك من جوه الملعب. بتحاول تنقل طريقه لعب الفريق الاول للناشئين يا كابتن سيد، ولا انت النهارده انت ليك اسلوب مختلف عن الفريق الاول، ولا دايما بتربط بحيث عشان الولد لو بعد سنتين ثلاثه جات له فرصه في الاول فتبقى الامور قريبه وسهله؟ لا يا كابتن احنا عندنا سيستم النادي كله ماشي عليها. احنا بنشتغل السيستم الدرجه الاولى، حتى بطريقه اللعب الدرجه الاولى. حتى مش هتلاقي مشاكل دلوقتي من لاعبي الناشئ اللي هو 17 18 سنه لما بيجي يطلع درجه اولى. اللعب هو هو، السيستم هو هو، سيستم الشغل هو هو. الحمد لله احنا شغالين كويس، وفي ربط بين الدرجه الاولى وبين قطاع الناشئين كويس. وده يعني الحمد لله يعني في محاضرات بيننا وبين بعض. الثقافه للعيبه بينقلوها، بنثقف اللعيبه تكتيكيا وفنيا وبدنيا. فدي ده شغل ما كانش بيحصل قبل كده يا كابتن. طب كويس. يعني النهارده السنه دي بروكيتش فرق معاكم السنه دي. هايل. يعني هو بيثقفنا بحاجه كويسه. قولنا بيعمل ايه بروكيتش؟ يعني عايزين نحط الناس كده في الصوره، يعني في العمل او التطوير السنه دي اللي في قطاع الناشئين. السنه دي اتصرف فلوس كتير، تم دمج فرق، السنه دي مدير فني اجنبي، الاستفاده للاعبين والمدربين ايضا كمان. بص يا كابتن هو الراجل بيدينا سيستم شغل بتاع اوروبا.
بيثقفنا ان اللعيب في اوروبا بيشتغل ازاي، بيلعب ازاي، بيوقف ازاي، وقفته في الملعب ازاي. يعني احنا في حاجات احنا ممكن نكون احنا بنعملها بس احنا ما خدناش بالنا منها او ما نعرفش احنا بنعملها ليه. فقعد معانا كويس قوي، وقعد يقول لنا في الموقف دوت بيحصل كذا عشان احنا كذا بنعمل كده، في اوروبا بيحصل كذا. فاحنا لازم ننقل الثقافه بتاعت اوروبا للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي نادي كبير واكبر نادي في افريقيا والوطن العربي، لازم يلعب بنفس السيستم بتاع اوروبا. كويس. سافر معاكم الاسماعيليه في المعسكر فتره الاعداد. انا بقول لك يعني الراجل ده مجتهد جدا، ما بيسيبش حد. يعني تلاقي مثلا بيصحى معايا الساعه 6 الصبح، بيشتغل مع كابتن شريف الساعه 10، بيشتغل معايا الساعه 2، بيشتغل مع كابتن شريف الساعه 4، مع الفرقه كلها، مع الفرقه كلها داير. والله يعني بجد 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 تحس ان هو بقى واحد مننا. وفي حاجه تانية ان هو حافظ اللعيبه كلها دلوقتي في النادي الاهلي. يعني تساله على اي لعيب يقول لك ده بيلعب في المكان كذا، بيلعب في الفرقه كده، في السن دوت. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مجتهد جدا. يعني حافظ ذات اسماء القطاع كله واللعيبه اكتر مننا والله يا كابتن. طيب قول لنا بقى انت النهارده، يعني عايز اعرف الجهاز الفني بتاع الكابتن سيد غريب للمساعد ومدرب حراس المرمى، تشكيله الجهاز مين؟ تشكيله الجهاز كابتن احمد صديق مدرب مساعد، الكابتن فتوح مدرب اجوان، حراس مرمى، الكابتن عمار اداري، الكابتن طه اخصائي تاهيل، الدكتور علاء طبيب الفريق، عم عبد الرحيم العامل، عم عاطف. طبعا احنا كلنا اسره واحده. ما شاء الله انتوا يعني تشكيله جهاز كانك في الدوري الممتاز بالظبط. النادي الاهلي موفر كل الادوات وكل المساعدين كمان للكابتن سيد غريب. كابتن يعني النادي الاهلي ده كبير في كل حاجه. يعني اي جهاز في النادي الاهلي يمسك اعظم نادي في مصر. ما شاء الله. طيب عايزين نروح بقى للمواهب الموجوده، يعني النهارده عايزين نطمن بقى جمهور النادي الاهلي وتقول لنا الاسماء الموجوده في 2006. يعني 2006 انا اسمع وعارف طبعا ان ما شاء الله فرقه مكسره الدنيا السنه دي. الحمد لله احنا اجتهدنا معاهم الحمد لله. عندنا مجموعه لعيبه كويسه قوي. طبعا مش عاوز نعرف اسماء اللعيبه، مش عاوز انسى حد. عاوز حسام قول لنا اسماء الفرقه كلها، ما عنديش مشكله. يعني من اول الجون فتحي عمر الحارس الثاني بتاعه، في محمد طارق، في علي، في ابراهيم، في حسام، في امير، في عمر سيد معوض، في عمر عبد الرحمن النحاس، في يوسف، في مجموعه كبيره من اللعيبه ان شاء الله باذن الله هتلاقيها في المنتخب المصري السنه الجايه ان شاء الله. ما شاء الله. عندك كمان انا الماتش الاسماعيلي، انا كسبت انت ماتش الاسماعيلي 4، كسبنا ماتش الاسماعيلي 4، احرز الاهداف. كان كنت بقول انا في الاخبار ابراهيم مع حسام، ايوه، وحسام، وفي سيد ابراهيم حسام احرز هدفين، اهدافين. شايف الاهداف معانا، بص الاهداف معانا، وعمار وليد حافظ نزل الشوط الثاني احرز الهدف الرابع. يعني الجون الاولاني احنا طبعا الكاميرا دي الكاميرا بتاعت مستر بروكيتش. دي الكاميرا بتبقى فوق جهاز الكوره من فوق، دي كاميرا خاصه بالمدير الفني الاجنبي بتاع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هو بيصور غير كاميرات النادي الاهلي اللي بتنقل الماتشات. ده الهدف مين اللي احرز الهدف ده؟ ده ماتش الانتاج ده عمر سيد معوض. ده ماتش الانتاج الحربي. ده ماتش الانتاج الحربي عمر سيد معوض. بص عندهم ثقه ازاي وبيلعبوا ازاي. وبيلاقوا بعض ازاي. ما شاء الله. ده الهدف الثاني برضه. ده يوسف كمل. ده عمر سيد معوض برضه هو اللي شاطها، ويوسف هو اللي كملها. ده ماتش الاسماعيلي. ده مباراه الاسماعيلي. بص يا كابتن، كام واحد جوه في ال 18؟ لا، وانا في حاجه ثانيه في الهدف ده، شايف ان لاعيبي النادي الاهلي كلها ورا الكوره. بص الجون ده كمان كوره ثابته الحمد لله، شغالين عليها بقى لنا فتره. الحاجات الثابته دي مهمه جدا. ده التكمله هنا. الجون الرابع ده كابتن في الدقيقه 92. بص اللعيبه واقفه على حيلها ازاي وبيلعبوا لعب جماعي. بص قافل الملعب ازاي من الناحيه الثانيه. ده عمار وليد حافظ. كان راجع من اصابه عمار، وكان تشاركته الجزء الثاني. عمار لعيب كبير وكان لعيب مهم قوي في الفرقه بتاعتي، بقاله شهر بس وكان مصاب. فدخلته ماتش سموحه كده لعب بالظبط تلت ساعه. بعد كده الماتش دوت برضه لعب تلت ساعه، بس عمار من اللعيبه المؤثره في الملعب. كويس. احنا برضه بنشكر مستر بروكيتش. يعني اللقطات دي تصوير الكاميرا الخاصه بالمدير الفني الاجنبي، دايما ليه كاميرا كده فوق المبنى الاداري بتاع قطاع الكره وقطاع الناشئين، بيصور الماتشات لنفسه عشان يعمل محاضرات للعيبه النادي الاهلي والاجهزه الفنيه عشان يقول لهم نقاط السلبيه نقاط الايجابيه، وعشان يبدا يعلم اللعيبه وايضا المديرين الفنيين والاجهزه الفنيه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين محورنا مع الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2006 في النادي الاهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده كابتن سيد غريب المدير الفني لفريق 2006. كابتن سيد، يعني اكيد طبعا في قطاع الناشئين واللعيبه في فريق 2006 خاصه اتفرجوا على النهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك، اتعاملتوا ازاي مع اللعيبه بعد المباراه بقى؟ يعني النهارده الفيديو، المحاضرات، التعليق، نقاط السلبيه، نقاط الايجابيه عشان تنقل الولد الخبرات. كان المحاضرات بعد المباراه تمت بشكل ازاي؟ هي المحاضره بدات تاني يوم مع الاجهزه الفنيه في النادي. مع مين بقى؟ مع مستر مايكل. مع مستر بروكتش. مايكل. فاشتغل معانا قال لنا الحاجات السلبيات اللي كانت في الماتش والحاجات الايجابيات اللي احنا لازم ننقلها للولاد. فاتكلم عن الماتش. بالفيديو ولا بالفيديو؟ لا بالفيديو. كان محضر كل حاجه. كويس. فنقلها لنا للاجهزه الفنيه. فقال لنا لازم تكلموا مع الولاد من دلوقتي ان انتوا تشتغلوا معاهم على الحاجات ديت. اشتغلنا مع الولاد بعديها بساعتين. كانوا الولاد كانوا جم، قعدنا معاهم قلنا لهم الحاجات الايجابيه اللي هي فادت النادي الاهلي، الشغل بتاع النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، الاصابه بتاع النادي الاهلي ان هو لازم يكسب في اي وقت من الماتش، مش من اول دقيقه بس، لا ده هو في اخر الماتش لازم نكسب، عنده اصرار ان هو يحقق المكسب، اللعيبه اشتغلت كويس قوي. فده نقلنا للولاد، يعني ما تعرفش سعاده الولاد كانوا فرحانين ازاي ان احنا بننقل لهم صوره بتاعت الدرجه الاولى، بنعيشهم ان هم موجودين معانا اكن هم لعيب درجه اولى، بيشوف الماتش، بيشوف حاجات ممكن ما كنتش شافها قبل كده في التفاصيل البسيطه اللي هو كان محضرها في المحاضره. فالحمد لله اشتغلنا معاها والولاد اتبسطوا بعديها. طب دي حاجه كويسه، يعني النهارده بروكيتش النهارده فرجكوا على المباراه او ابرز اللقطات فيديو وانتوا بداتوا تنقلوا الكلام ده للولاد. واتكلم معانا كمان الشغل اللي احنا ممكن نعمله مع الولاد هيفيدهم في الفتره اللي جايه. عشان الولد لما يطلع درجه اولى يبقى الشغل مش بعيد عنه. طريقه اللعب، اسلوب اللعب، الوقفه بتاعه اللعيبه، التمركز بتاعه اللعيبه. الحمد لله اشتغلنا معاهم كويس والولاد استفادوا قوي منها المحاضره دي. كويس. انتوا عندكم مين المجموعه بتاعتكم في الدوري؟ احنا المجموعه معانا الاسماعيلي، معانا الانتاج الحربي، معانا سموحه. ده كسبتوهم خلاص؟ طيب الحمد لله. عندنا البنك الاهلي، عندنا دجله. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. والمقاولين. والمقاولين ثلاث فرق، ست فرق، بياخدوا اول وثاني من هنا واول لا ثلاث فرق يا كابتن، ثلاث فرق. بعد كده التصفيه، بعد كده التصفيه المجموعه الثانيه ثلاث فرق برضه. الكابتن سيد غريب برضه ليه تجربه، كانت قبل ما يجي النادي الاهلي كانت في انبي، تجربه ناجحه جدا. كان ليه تجربه ايضا في السعوديه. بس قبل ما اروح اتكلم على التجربتين المهمين دول، عايزين نروح نشوف التقرير ده مع الجهاز الفني وايضا لاعبي مواليد 2006 وكلامهم عن المدير الفني الكابتن سيد غريب. والله يمكن انا بحمد ربنا ان بدايتي تبقى مع شخصيه زي الكابتن سيد، من الناس المحترمه جدا جدا. انا مستواي الشخصي بستفاد منه بشكل كبير جدا، ما شاء الله مدرب شاطر ومدرب محترم مجتهد جدا وبيحضر بشكل كويس جدا. يمكن بتلاقيه باستمرار قبل التمرين باكتر من ساعه ونص ساعتين موجود، بيشتغل بنظام الحمد لله. يمكن اللعيبه كلها بتحبه لانه بيعامل الناس بشكل كويس جدا. انا سعيد ان انا موجود معاه السنه دي، استفدت بشكل كبير قوي، ما شاء الله خبرات كبيره للكابتن سيد في اكتر من نادي، ويمكن في نادي الاهلي قبل كده، ويمكن اشتغل في السعوديه فترات كبيره. انا سعيد بوجودي معاه وبتمنى له التوفيق، بقول له منور يا كابتن وربنا يكرمه ان شاء الله في نهايه الموسم، ان شاء الله نحتفل كلنا بالبطوله مع بعض باذن الله ان شاء الله. عايز اقول لحضرتك كابتن سيد، من حتى من قبل ما يجي هنا النادي الاهلي هو كان من معجب. انا ذات نفسي يعني هو زميل ليا في الناشئين يعني في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انا معجب بشخصيته كمدرب، الشخصية كمدرب ان هو بيقدر يعني بيلم اللعيبه حواليه، وفي نفس الوقت راجل مميز تدريبيا، يعني عندنا التدريبات مختلفه تماما، مش كل تدريب شبه التدريب الثاني، لا بالعكس بيتميز بالتمرينات، وفي نفس الوقت وعنده قوه شخصيه، وفي نفس الوقت عنده قوه ان هو بيجمع الولاد حواليه وبيخليهم يعني يبقى فيه حب بينهم، وفي نفس الوقت ده بيخلينا طبعا ربنا بيكرمنا عشان نكسب، والحمد لله يعني هو ماشي بخطه ثابته في الموضوع دوت. وفي نفس الوقت كابتن سيد يعني مش انا اللي هقدر اقول لك اتكلم عليه كفنيا يعني طبعا، لان دي حاجه هو طبعا مدرب مميز ومكسب طبعا دوره مهم معانا، بيدينا روح. حتى احنا الشوط طلعنا من الماتش متعدين 1-1 ولا اي حاجه، علينا انتوا احسن بكتير وادانا روح ايجابيه، ونزلنا الشوط الثاني كسبنا 4-2. الفرقه اتغيرت، شكلها اتغير كتير، بقى في روح في الفرقه، الفرقه بقت كلها بتحب بعضها،
فهو ده اللي بيحقق الفوز معانا عشان كل الفرقه بتحب بعضها. كابتن سيد طبعا مدير فني عالي جدا، يعني من ناحيه فنيه ويعني نفسيه اللعيب طبعا بيدي لكل واحد فرصته. كابتن سيد طبعا يعني حاجه في الملعب على طول بيشجع لدرجه ان صوته بيروح من كتر التشجيع اللي بيشجعوا لنا، يعني حتى لو بيقول لنا الحاجات اللي بنعملها غلط كل واحد بيركز ان هو ما يعملهاش تاني. كابتن سيد طبعا شخصيه وكابتن يعني واب كبير لينا واخ وكل حاجه، يعني ربنا يخليه لنا. شايفين ما شاء الله العلاقه الطيبه ما بين اللاعبين وما بين المدير الفني، وهي دي دايما العلاقه اللي بتجمع اللاعبين بالمدرب بتاعهم، عشان كده بيكون دايما في نجاحات في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن سيد عايز اتكلم معاك عن تجربه مهمه. قبل ما تيجي النادي الاهلي كنت المدير الفني لفريق 2003 في نادي انبي، ما شاء الله ثلاث سنين بتحقق نتائج طيبه، ثلاث سنين بتاخد بطوله الجمهوريه مع انبي. النادي الاهلي النهارده لما طلبك على طول كنت موجود في بيتك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بص يا كابتن، ده شرف ليا ان انا ارجع بيتي تاني. انا كنت شغال في نادي انبي وبشكر مسؤولين نادي انبي الكابتن امام محمدين وبشكر كل المسؤولين في نادي انبي. انا اشتغلت معاهم ثلاث سنين حققت ثلاث بطولات. السنه دي كابتن خالد قال لي كلمه واحده بس، اتصل بيا كان اول يوم العيد اتصل بيا قال لي سيد كل سنه وانت طيب، النادي الاهلي محتاجك بس الفريق هيبقى صغير شويه. قلت له لا يا كابتن انا هبقى موجود قدامك ان شاء الله بكره، حتى لو هشتغل سايس قدام النادي انا تحت امر النادي في اي وقت. فرقش معاك السن، يعني انت في انبي 2003 وتاخد البطوله مع سن اكبر، سن اصغر ما عنديش مشكله. السنه دي كمان انا كنت في انبي كنت امسك 2001 كمان فبحب بكل دوت. قلت له يا كابتن انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت. النادي الاهلي ده بيتي، يعني ده شرف ليا ان انا اشتغل في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي عملنا يا كابتن. النادي الاهلي هو اللي خلانا نادي انبي يفكر فيا ان انا اشتغل عنده. ان انا اشتغل معاه وان انا ابقى مدرب في نادي انبي دي حاجه كويسه، ان انا اقعد ثلاث سنين وابقى ممثل النادي الاهلي. انا كنت بجتهد في نادي انبي عشان ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي. وانت واجهه مشرفه كمان في النادي الاهلي وكمان مدرب كبير يا كابتن سيد. الحاجه الثانيه برضو الحاجه المهمه، كابتن خالد بيبو اخباره ايه معاكم في قطاع الناشئين؟ بص كابتن خالد بيبو انا لعبت معاه في الاسماعيلي. ما تعرفش اصلا يعني الناس كلها بتحبه ازاي هناك في النادي، مجتهد جدا، بيجي اول واحد فينا، بيجي من الساعه 9 الصبح. شايف كل الشغل، حافظ كل حاجه، بيتكلم بكل الناس، عاوز يساعدنا، عاوز ينجحنا باي طريقه، اي حاجه بنطلبها بيلبها لنا. كابتن خالد في المعسكر كمان احنا كنا مسافرين اسكندريه لقيته بيتصل بيا بيطمن على اللعيبه، اللعيبه كانت كويس، اللعيبه ناقصه حاجه، طب قول لي لو ناقصه حاجه ابعتها لك. قلت له لا يا كابتن خالد، يعني حاجه جميله قوي ان احنا شغالين تحت قياده كابتن خالد. الامكانيات السنه دي متوفره بشكل كبير في قطاع الناشئين، كل حاجه متاحه السنه دي. متاحه بزياده كمان، يعني الكابتن خالد اول ما بنطلب اي حاجه بتلاقيها في نفس اليوم موجوده. اتصل بينا الحاجه جت ان شاء الله هتنزل بيها التمرين بكره. فكل حاجه موجوده في النادي الاهلي. طيب عشان عليكم مهمه كبيره جدا، عايزين نشوف بقى الاجيال اللي انت طلعتها من جيل 97 وجيل 96 و95 واللعيبه اللي الكابتن سيد غريب مرانها دي والاسماء اللي انت قلتها في بدايه الحلقه، عايزين الفتره الجايه برضه هيبقى عليكم مسؤوليه كبيره ان احنا نشوف زيهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله انا بوعدك يا كابتن وبوعد جميع النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقي لعيبه مميزه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر كمان ان شاء الله. عايز اروح بقى اسالك عن تجربتك في الدوري السعودي، كان ليك تجربه مهمه مع نادي اتحاد جده، وايضا كمان عايز اتكلم عن تريزيجيه، انت مرنت تريزيجيه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هسمع الاجوبه بتاعتك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سيد كان ليك تجربه مهمه في الدوري السعودي، يعني خدت فيها خبرات كبيره ويعني ودي برده في السي في بتاع كابتن سيد غريب. الحمد لله انا اشتغلت في الدوري السعودي في اتحاد جده، اشتغلت سنتين ناشئين وشباب. خدت السنه الاولانيه دوره ارامكو، دي كانت بطوله دوليه. خدت فيها احسن مدير فني. وخدت مع كام سنه اشتغلت؟ اشتغلت سنتين. لا فريق 16 سنه. 16 سنه. 16 سنه خدت احسن مدير فني السنه الاولانيه وخدت البطوله ووصلت نهائي كاس الملك وفي الدوري حققت تالت. السنه اللي بعديها مسكت فريق الشباب حققت التالت. الحمد لله كان من احسن سنين حياتي ان انا اشتغلت في نادي الاتحاد. بعديها اشتغلت في نادي الباطن درجه اولى مدير فني، اشتغلت في نادي الوحده في الدرجه الاولى. بعد كده جيت نادي انبي. اشتغلت مع الفريق الاول في اتحاد جده، كان ليك تجربه في لا اشتغلت مع الباطن. مع الباطن مع نادي الباطن مع كابتن عادل عبد الرحمن. مع كابتن عادل عبد الرحمن. دي من التجارب المهمه اللي اثقلت الكابتن سيد غريب وخدت فيها خبرات. عايز اروح بقى لتريزيجيه.
تريزيجيه انت من المدربين طبعا اللي كان ليه بصمه عليه في قطاع الناشئين، ده شايف تريزيجيه ازاي دلوقتي خاصة في الدوري الانجليزي وما شاء الله يعني متألق في الدوري الانجليزي كمان؟ بسم الله ما شاء الله عليه، هو من اول يوم يعني هو في النادي الاهلي هو يعني تحس ان هو نجم. هو اشتغلنا معاه مع الكابتن سمير كمونة اول سنة، كان كمان حظه كان وحش في السنة دي، كان سنه اتلغى وهو كان بيلعب مع فريق اكبر من سنه. الكابتن سمير كمونة اشتغل معاه كويس قوي وقال له انت المستقبل ليك. اول سنة دي كانت يعني هو كان زعلان ان هو ما بيشاركش كتير عشان السن اكبر وكان فرصه اقل، كان فرصه اقل، بس هو كان لعيب كبير يعني من اول سنه، يعني تحس ان هو موهوب، حاجه هيبقى حاجه جامده جدا. كنا احنا كل شويه نقول له اصبر شويه ان شاء الله انت اللي جاي انت اللي جاي، والحمد لله هو دلوقتي بقى في حته تانية خالص. وانتم شغالين في الاعمار السنيه الصغيره دايما الاعمار السنيه الصغيره دي مختلفه شويه، عايزه عين خبيره. ممكن النهارده وانت في الملعب ممكن ولد ما بيكونش بيشارك قليل لسه ما جابش سن البلوغ، القوه ما اكتملتش، ممكن تقول الولد ده في يوم من الايام هيلعب فريق اول في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، ناصر ماهر اول سنه ليه دوري 11 ما كانش بيلعب اساسي، كانش موجود في الفريق الاساسي، ما كانش موجود اساسي. السنه اللي بعديها ما طلعش من الملعب لغايه لما طلع درجه اولى، يعني انت لازم تصبر على الولد، في حاجات كده مؤشرات بتقول ان الولد دوت هو اللي جاي. يعني في فتره انت بتعتمد مثلا ولد قوي شويه، يعني عنده سرعات عنده بتاع، في ولد تاني بيبقى عنده مهاره، المهاره دي يعني بتيجي بعد كده، القوه والسرعه بتيجي بعد كده. فاحنا بنبقى عندنا يعني خبره والصبر عليهم ان هو ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجه. طب انتوا النهارده وانتوا بتتكلموا مع الولاد وبتضربوا لهم مثلا بواحد زي تريزيجيه او لعيبه الفريق الاول، بتقول له النهارده لازم تشتغل على نفسك، ده كان موجود في قطاع الناشئين كان ممكن في وقت ما بيشاركش او كان بيلعب لازم تشتغل على نفسك، بتضرب مثل دايما للولد الصغير بالنماذج دي؟ بص يا كابتن، احنا شايفين زي ما احنا شايفين دي اهداف تريزيجيه في الدوري الانجليزي مع استون فيلا طبعا. اتفضل يا كابتن. احنا شغالين مع الاولاد كل يوم بنديهم طموح كبير، يعني بعد كل ماتش لازم نديهم طموح ولازم نحسسهم ان هم هيبقوا حاجه. الملعب اللي جنبك دوت كان بيتمرن فيه نجوم العالم دلوقتي، نجوم الدرجه الاولى، يعني في نقول لهم الملعب ده هو اللي طلع كل دولت. لازم تتعب ولازم تشقى ولازم تجتهد ولازم تشتغل على نفسك ولازم تشوف انت ناقص ايه لازم تشتغل عليه ولازم تسمع الكلام ولازم تلتزم. فهو كل ده هيوصلك ان شاء الله للهدف اللي انت عاوزه. من اللعيبه اللي انت كنت متنبئ ان ممكن يكسر الدنيا ويطلع لكن حظه ما مشيش؟ يعني انا كان في اللعيبه اللي انت مرنتها يوسف علاء كان دفعه ناصر ماهر وكده 97 سبعة علاء طبعا. كان لعيب كبير يعني هو كان حظه كان قليل شويه بس هو لعيب كبير. يعني انا دوت الوحيد اللي هو نفد من المجموعه دي. يعني انا كنت شايف له ان هو يروح حته ثانيه خالص. يعني هيبقى مستواه اعلى من كده بكتير. طيب انت عوده احمد رمضان بيكهام وانت كنت مرنه في قطاع الناشئين، عودته مره ثانيه للنادي الاهلي بقى. انا هحكي لك موقف يا كابتن. طيب احكي لنا. كنت انا واقف قدام الاوضه بتاع قطاع الناشئين. فانا قاعد مدي ضهري كده لقيت ناصر ماهر جه حضنني من ورا وبتاع وقعد يهزر معايا وبيضحك معايا. فقلت له فاكر الاوضه دي كنت بتيجي تاخد بعد كل مكافاه بعد كل ماتش؟ فقعد يقول لي 50 جنيه. وقعدنا نضحك انا وهو 50 جنيه. فقعدنا نضحك انا وهو. فبيكهام ساعتها كان زعلان. زعلان ان هو ما كانش بيشارك فوق في النادي الاهلي. فقلت له يا بيكهام انت هتبقى ان شاء الله نمره واحد في مصر. وان شاء الله باذن الله هترجع تاني وهتبقى نمره واحد في مصر. فقال لي ان شاء الله يا كابتن انا عندي حلم ان انا ارجع النادي ده تاني. وهو اشتغل على نفسه كويس قوي في المنتخب الاولمبي واشتغل في دجله وان شاء الله يبقى حظه كويس مع النادي. واحنا ان شاء الله بنتمنى له التوفيق. هو كمان ما شاء الله خامه كويسه وكمان يعني بيجيد اللعب في كذا مركز، باك رايت، مساك، ديفندر. وهو كان بيلعب ديفندر في ناشئين النادي الاهلي احمد بيكهام. هو ده المكان بتاعه الاصلي، المكان بتاعه غير اللي اتوظف كمان في وادي دجله. لا هو المكان بتاعه الاصلي كان بيلعب ديفندر، بعد كده انا رجعته سيرد باك تاني ان هو كان بيزيد كويس من تحت. فهو كان بيحلل الحاجات دي كويس قوي وكان بيزيد وكان بيزودني على طول، على طول كنت اقول له لازم تهاجم. فهو كان شغال كويس في الحته دي كمان وهو في الناشئين. وهو ما شاء الله خامه جيده وخامه مبشره، بتمنى له كل التوفيق. عايز بقى اكلمك عن الفريق الاول بالنادي الاهلي، بكره اول مباراه ليه في بطوله افريقيا بطوله العاشره. شفت الاول البطوله التاسعه ازاي للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي السنه دي كمان بيحقق الثلاثيه، بطوله الدوري، بطوله كاس مصر، وايضا البطوله الافريقيه الغاليه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. بص يا كابتن، ده حلمنا بطوله افريقيه. ودوري وكاس، وهنا في مصر احنا الحمد لله احنا متسيدين الدوري في مصر. احنا بطوله افريقيا دي كانت غايبه عننا، كنا احنا حاسين ان احنا ناقصنا حاجه كبيره خالص. فلما جت الحمد لله ده حلم لينا. احنا بنفكر من دلوقتي
في العشرة يا كابتن. احنا على طول النادي الاهلي بيفكر في الاحسن. يعني ان شاء الله من اول ماتش من بكره. انا عجبني تصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال لك احنا بنفكر في العشرة. العشرة دي حلمنا ان شاء الله، هنشتغل عليها كلنا، كل المدربين في النادي والاجهزه بتاعت الدرجه الاولى طبعا. ان احنا حلمنا ان احنا ناخد العشرة. احنا ما بنسيبش بطوله يا كابتن. رسالتك ايه بقى للعيبه بكره واول مباراه واول مشوار؟ ودايما البدايات بتكون مهمه ان شاء الله باذن يعني الله. يعني البدايات هي اللي بتدي الانطباع ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان في تركيز عالي جدا، في اهتمام عالي جدا، اللعيبه على قد المسؤوليه، كل الناس على قد المسؤوليه في النادي. ان شاء الله يعني كل حاجه متوفره ليهم باذن الله، بس من ناقصنا ان شاء الله عشمانين في توفيق ربنا بكره باذن الله. حاجه عنصر التوفيق ده ان شاء الله. توفيق ربنا بكره ان شاء الله لينا هيبقى عامل مهم ان شاء الله. اخيرا بقى، اخيرا عشان نوصل لنهايه حلقتنا، رايك في موسيماني؟ خاصه ما شاء الله موسيماني جه كمل البطوله الافريقيه، ربنا اكرمنا بيها، بطوله كاس مصر، بادئ بقى مشوار جديد ببطوله الدوري وبطوله العشره مع النادي الاهلي. شايف اداء موسيماني خلال الفتره اللي فاتت، خاصه انه دخل في وقت صعب كمان في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، ده مدرب كبير مدرب كبير، وبنشكر لجنه التخطيط والكابتن محمود خطيب ان 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 وفر لنا واحد زي دوت. يعني شغله باين من اول يوم يا كابتن. يعني في مدربين بتقعد 6 اشهر وتقعد سنه اول ما شغلها يبان، ده بان من اول اسبوع يا كابتن. ده راجل خبير وراجل بيعرف يتعامل مع المنتوشه كويس قوي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق معانا باذن الله. واحنا كمان نتمنى لك التوفيق يا كابتن سيد، وبنشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، الله يكرمك. شكرا يا كابتن. يعني بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن سيد غريب، المدير الفني للفريق 2006. ما شاء الله عندنا 2006 فريق مميز، ونتمنى له كل التوفيق للكابتن سيد غريب. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من برنامج الاشبال. شكرا والى اللقاء.